السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب البكالوريا الكرام، واليوم سنتكلم في درس جديد. يتم تركيب البروتين كما رأينا سابقا في الهيولة. في الدرس رقم 2 تكلمنا على مقر تركيب البروتين، تكلمنا هنا في هذه الحصة على مقر تركيب البروتين، عرفنا المكان اللي يتم تركيب فيه البروتين، رحنا جبنا اللي هي جبنا خلية العنقودية للخلية البنكرياسية، وبواسطة تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي، وبواسطة الأحماض الأمينية الموسومة بعناصر مشعة، عرفنا باللي البروتينات تتركب على مستوى الهيولة، على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة، صح؟ لكن الهيولة تحتوي على تراكيب وعضيات كثيرة ومتنوعة. أول حاجة نروح نجيب هذه خلية، هذه مثلا خلية حقيقية النواة، خلية حقيقية النواة، صح. هذه الخلية شنو مكوناتها؟ غشاء هيولي بالإضافة إلى هيولة بالإضافة إلى النواة بالإضافة إلى مجموعة من العضيات، مثلا الشبكة الهيولية الفعالة، مثلا جهاز جولجي بالإضافة إلى الميتوكوندريا بالإضافة إلى الريبوزومات بالإضافة إلى شبكة هيولية الملساء بالإضافة إلى العديد من العضيات. هذه الهيولة تحتوي على العديد من العضيات، عرفنا باللي مقر تركيب البروتين صح يتم على مستوى الهيولة، ولكن هذه الهيولة لاحظوا باللي الهيولة بها مثلا جهاز جولجي، ميتوكوندري، ريبوزومات، شبكة هيولية فعالة، مثلا شبكة هيولية ملساء، العديد من العضيات، وراه مقر تركيب البروتين بالضبط داخل الخلية، صح. قلنا مقر تركيب البروتين في الهيولة، قال لك تم عن طريق تصوير الإشعاعي الذاتي. التصوير الإشعاعي الذاتي تكلمنا عليه بالضبط في درس مقر تركيب البروتين، تكلمنا على تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي. تم عن طريق التصوير الإشعاعي الذاتي تحديد مقر تركيب البروتين في الهيولة الخلية بعد حقنها بأحماض أمينية موسومة بنظير مشع. هذه الخلية درناها في وسط، هذا درناها في وسط. هذا الوسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة. وش معناها أحماض أمينية موسومة؟ معناتها أحماض أمينية مشعة. جبنا هذه الأحماض الأمينية المشعة باش نعرفوا مقر تركيب البروتين. أستاذ علاش اخترنا الأحماض الأمينية المشعة؟ ركز معايا مليح. مقر عندنا مثلا هذه خلية، عملية تصنيع البروتين أو تركيب البروتين، صح. لدينا هنا نواة، تتم هذه تصنيع البروتين يتم عن طريق مرحلتين، وهما الاستنساخ، المرحلة الأولى وهي الاستنساخ وتحدث داخل النواة، والمرحلة الثانية وهي الترجمة وتحدث في الهيولة، صح. الاستنساخ يتم مثلا لدينا هنا الأديان، هذا الأديان مثلا لدينا، هذه مثلا ينقسم إلى مورثتين، مورثة رقم واحد والمورثة رقم اثنين. حابين نستنسخ المعلومة الوراثية تاع المورثة رقم واحد، باش نستنسخوها بواسطة إنزيم آرام بوليميراز، يخرج لي هنايا من هذه المورثة رقم واحد يخرج لي جزيئة الأريان أم. تنتقل هذه جزيئة الأريان أم إلى الهيولة. علاش تنتقل هذه جزيئة الأريان أم؟ باش احنا وشنو الهدف تاعنا؟ تصنيع البروتين، تركيب البروتين. هذا الأريان أم القطبية نتاعو واش قلنا عليها؟ من 5 فتحة إلى غاية 3 فتحة. هذا الأريان أم هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مجموعة من النكليوتيدات. مثلا A U J C C J C U A
جي سي يو. العديد من النكليوتيدات يحتويها هذا الاريان ام. هذا الاريان ام يمثل اللغة النووية، يمثل اللغة النووية. احنا واش رانا حابين نصنعوا بروتين، هذا الاريان ام لازم يتحول الى لغة بروتينية، لازم يتحول الى بروتين. هذا الاريان ام يتحول ويترجم الى بروتين. هذا البروتين احنا واش نعرفوا البروتين، نعرف واش نعرف البروتين. هذا البروتين هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مجموعة من الاحماض الأمينية، مجموعة من الأحماض الأمينية، مجموعة من الأحماض الأمينية مرتبطة مع بعضها تعطي لنا بروتين. معناته هذا الأريان أم راح يتحول إلى أحماض أمينية. وتكلمنا في جدول الشفرة الوراثية وقلنا باللي كل ثلاث نكليوتيدات في الأريان أم، كل ثلاث نكليوتيدات في الأريان أم تشفر إلى حمض أميني. هذه A U G الحمض الأميني رقم واحد، مثلا C C G الحمض الأميني رقم اثنين، وتربط بين هذه الحمض الأول والحمض الثاني واحد الرابطة تسمى الرابطة البيبتيدية، راح نتكلم عليها بالتفصيل في الدروس القادمة. بعد كل ثلاث نكليوتيدات تعطي لنا حمض أميني، كل ثلاث نكليوتيدات حمض أميني إلى غاية هذا مثلا، فيه مثلا إلى غاية كامل تشكيل هذه الأحماض الأمينية. كي نكملوا هذه الأحماض الأمينية كاملة، هذه وش يسمى؟ يسمى بالبروتين. هذا هو البروتين، هو عبارة، هذا البروتين هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأحماض الأمينية. باش قلنا باش يتصنع البروتين يحدث استنساخ أول حاجة في النواة. هذا المعلومة الوراثية مثلا، هذه الأديان في مجموعة من المورثات، الروح المورثة من المورثات نقوم باستنساخها، يخرج لي جزيئة الأريان أم. هذه جزيئة الأريان أم تخرج إلى الهيولة، هذه جزيئة الأريان كي تخرج إلى الهيولة يتم ترجمتها إلى بروتين. كل ثلاث نكليوتيدات في الأريان أم تشفر لحمض أميني، كل ثلاث نكليوتيدات لحمض أميني، كل ثلاث نكليوتيدات لحمض أميني، مجموع الأحماض الأمينية تشكل لنا البروتين. لذلك حنايا جبنا أحماض أمينية، قلنا في التجربة جبنا أحماض أمينية موسومة بنظر مشع. الأحماض الأمينية علاش؟ لأنها الوحدة البنائية للبروتين. البروتين هذا يتكون مجموعة أحماض أمينية، معناته الأحماض الأمينية هي الوحدة البنائية للبروتين. الأحماض الأمينية هي الوحدة البنائية للبروتين. علاش مشعة؟ علاش هذه الأحماض الأمينية مشعة؟ باش نتبعوا مسار هذه الأحماض الأمينية، باش نتبعوا مسار هذا البروتين. هذا مسار بروتين ونعرفوا مقر تركيب البروتين، صح؟ مثلا هنا كيولي عندك مثلا هذه، مثلا أحماض، هذه أحماض أمينية مشعة، هنا أحماض أمينية مشعة، هذه أحماض أمينية مثلا إشعاع، هذه أحماض أمينية مشعة. احنا نلاحظوا هذا الإشعاع، كي نلاحظوا هذا الإشعاع لاحظوه في الهيولة، كي نلاحظوا في الهيولة هذا هو مقر تصنيع البروتين. هنا لاحظوا أحماض أمينية، علاش أحماض أمينية؟ لأنها الوحدة البنائية للبروتين. الإشعاع لمعرفة مقر تركيب البروتين. كي نلاحظوا باللي إشعاع، احنا نلاحظوا هذا في الخلية وراه الإجماع الإشعاع متجمع في البلاصة اللي متجمع فيها الإشعاع. مثلا هنا عندك، هنا راه تجمع الإشعاع في هذا المكان، معناته هذا المكان هو مقر تركيب البروتين. نروح نشوفوا وراه، اسكو هذا الإشعاع يجينا في الهيولة مباشرة؟ اسكو هذا الإشعاع مثلا، مثلا هذا الإشعاع هل راح نلاحظوه في الشبكة الهيولية المحببة، أو راح نلاحظوه في الميتوكوندري، أو نلاحظوه في مثلا الشبكة الهيولية الملساء، الشبكة الهيولية المحببة، العديد من العضيات، أو راح يتركب في الهيولة مباشرة. هنايا باش نعرفوا مقر تركيب البروتين استعملنا الأحماض الأمينية المشعة. الأحماض الأمينية لأنها الوحدة البنائية للبروتين، الإشعاع لمعرفة مقر وتتبع مسار هذا البروتين، صح؟ بأحماض أمينية موسومة بنظير مشع، كما تم بالمجهر الإلكتروني أخذ صور بتكبير قوي لموقع تركيب البروتين، صح؟ قال لك هنا يا عندك الوثيقة رقم واحد، هنا وش عطاك؟ صورة بالمجهر الإلكتروني بتكبير قوي توضح عملية الترجمة. احنا وش نعرفوا؟ عملية تصنيع البروتين يتم وفق مرحلتين، الاستنساخ وتكلمنا عليه في النواة، الترجمة وتحدث في الهيولة. معناته هذه صورة بالمجهر الإلكتروني راهم جابوها لنا من الهيولة نتاع هذه الخلية، جبناها من الهيولة، صح؟ قال لك صورة بالمجهر الإلكتروني. والصورة الثانية هي رسم تخطيطي لمتعدد الريبوزوم أثناء حدوث الترجمة. معناته هنا يوجد قال لك راه رسم تخطيطي لمتعدد الريبوزوم، معناته متعدد الريبوزومات راه هنا تقوم بعملية الترجمة.
هنا قال لك صوره بالمجهر الالكتروني متعدد الريبوزوم. هنا لاحظ معايا قال لك هنا كنجو نلاحظوا باللي الاشعاع يظهر في الريبوزومات. الاشعاع وين يظهر؟ في الخليه، يظهر في الريبوزومات. معناته هنايا الاشعاع راه يظهر في هذه الريبوزومات. الاشعاع وين عرفناه الان يظهر؟ يظهر في الريبوزومات. اسكو الريبوزومات حنا واش نعرفوا؟ في الخليه يوجد زوج انواع من الريبوزومات. كاين الريبوزومات الحره، هذه واش تسمى؟ تسمى بالريبوزومات، ريبوزومات الحرة. وكاين ريبوزومات أخرى متواجدة، مثلا هذه الشبكة الهيولية الفعالة، هذه الشبكة الهيولية الفعالة. كاين أيضا هنايا ريبوزومات مرتبطة بهذه الشبكة الهيولية الفعالة، وكاين ريبوزومات أخرى وين متواجدة؟ في الشبكة الهيولية الفعالة. هنايا أيضا هذه تسمى أيضا بالريبوزومات. صح، لدينا هنا صورة بالمجهر الإلكتروني لمتعدد الريبوزوم توضح عملية الترجمة. هنا لاحظوا الإشعاع أين يتواجد؟ على مستوى الريبوزومات. هنا صورة بالمجهر الإلكتروني بتكبير قوي توضح عملية الترجمة. هنا لاحظوا هذه الريبوزومات، هذه تسمى بالريبوزومات، معناته مقر تركيب البروتين أين يتواجد؟ على مستوى الريبوزومات. صح، الآن رحنا جبنا رسم تخطيطي. هذا رسم تخطيطي، كاين أنواع من الرسوم التخطيطية، كاين يا إما رسم تخطيطي تفسيري أو رسم تخطيطي وظيفي. هذا رسم تخطيطي تفسيري، علاش؟ ما عطانيش هنا مثلا قال لك هذه هي المرحلة رقم واحد وهنا رقم اثنين، هنا ما عطاناش مراحل، هنا معناته هذا رسم تخطيطي تفسيري، رسم تخطيطي تفسيري لمتعدد الريبوزوم. صح، هذا يا قال لك الريبوزوم. هنا كي نجيو نلاحظوا هذا الريبوزوم، كي نجيو نلاحظوا هذا الريبوزوم، عطاك هذا، هذا يقول لك هي مثلا قال لك عطاك جزيئة الاريان ام لهذه باللون الاصفر، وعطاك هذه ريبوزومات، وعطاك تخرج منها سلاسل ببتيدية. عطاك هنا ريبوزوم، لاحظوا هنايا عندك جزيئة، راح نكتبوها هنا. هنا عندك اتجاه تاع الاريان ام من وين؟ من 5 فتحة إلى 3 فتحة. هذا بماذا يسمى؟ هذا هو الاريان ام، هذا هو الاريان ام. هذا الاريان ام عطالك مثلا هنا ريبوزومات، هذا ريبوزوم مثلا، عطالك هنايا ريبوزوم مثلا، عطالك هنايا ريبوزوم. صح، كي نجيو نلاحظوا، مثلا هنايا لاحظوا باللي هنايا عندك سلسله ببتيديه قصيره، هذه واش قال لك هنايا؟ سلاسل متعدده الببتيد، سلسله ببتيديه، سلسله ببتيديه قصيره، هنايا سلسله ببتيديه اطول منها قليلا، هنايا سلسله ببتيديه طويلة جدا، هذه سلسلة ببتيدية طويلة. صح، لو كان نجيو نلاحظوا هنايا مثلا عندك مثلا هنايا، هنا عندك واش عندنا؟ نيكليوتيدات. في هذا الاريان ام يوجد نيكليوتيدات. صح جماعة، عندك هنايا هذا الاريان ام، هذا الاريان ام يتم ترجمته الى احماض امينية. هذا البروتين، مجموع الاحماض الامينية تسمى بماذا؟ تسمى ببروتين، أحماض أمينية. هذا البروتين هو عبارة عن مجموعة من الأحماض الأمينية مرتبطة فيما بعضها. هذه الأحماض الأمينية مرتبطة فيما بعضها تسمى بماذا؟ تسمى بسلسلة ببتيدية. تسمى بماذا؟ سلسلة ببتيدية. معناته هذه السلسلة الببتيدية هي عبارة عن بروتين، هذا هو البروتين. صح، لدينا هنا قلنا هذه عندنا جزيئة الأريان أم مرتبطة فيها مجموعة من الريبوزومات. لاحظوا عندك مثلا هذا الريبوزوم لهنا عنده سلسلة ببتيدية قصيرة، الريبوزوم هذا اللي راه ماشي أكثر عنده سلسلة ببتيدية أطول من هذا الريبوزوم، بينما في هذا الريبوزوم لديه سلسلة ببتيدية طويلة وطويلة جدا. صح، هنا واش نلاحظوا؟ لاحظوا يمكن تقول لي استاذ وراه الريبوزوم الاول، وراه الريبوزوم الثاني، وراه الريبوزوم الثالث. نقول لك هذا هو الريبوزوم الاول، وهذا هو الريبوزوم الثاني، وهذا هو الريبوزوم الثالث. استاذ كيفاش عرفت باللي هذا هو الاول؟ كيفاش عرفت باللي هذا الثاني؟ وكيف علمت بان هذا هو الريبوزوم الثالث؟ اسمع لي مليح، هنا على مستوى هذا الاديان، عندما تخرج جزيئة الاريان ام على مستوى هذا الأديان، مثلا لدينا هذه الخلية، على مستوى هذه الخلية هذه النواة، هذا هو النواة. هنا واش كاين؟ عندنا الأديان، هذايا الأديان. مثلا هذا الأديان، فيه مثلا مورثتين، يتكون من مورثتين، مثلا المورثة رقم واحد، المورثة رقم اثنين. مثلا احنا هذه المورثة رقم واحد، الخلية تحتاج البروتين اللي متواجد في المورثة رقم واحد.
هذه جزيئة الار ان ام، هذه جزيئة الار ان ام تبدا تستنسخ في المعلومة الوراثية المتواجدة هنا. مثلا هذه تبدا تستنسخ، مثلا هذه هنا بداية المورثة، هذه بداية المورثة، وهنايا نهاية المورثة، بداية المورثة ونهاية المورثة. هنا جزيئة الار ان ام هي تبدا تستنسخ في المعلومة الوراثية بواسطة ماذا؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة انزيم ار ام بوليميراز. هذا انزيم ار ام بوليميراز هو اللي يقوم بعملية الاستنساخ. هذا انزيم ار ام بوليميراز هنا، انزيم ار ام بوليميراز هنا، هنايا راه يواصل المشي نتاعو. هذا انزيم ار ام بوليميراز. هنا جزيئة الار ان ام، كل ما اتجهنا من بداية المورثة إلى نهاية المورثة، جزيئة الار ان ام تبدا تزيد في الطول. ها هي جزيئة الى ار ان ام الى تزيد في الطول. هنايا راك مثلا عندك هذه، مثلا هذه عندك مثلا صفحة من الكتاب، انت كي تنطلق في صفحة من الكتاب هذه تبدا هنايا راه تبدا تدي في المعلومة. المعلومة تبدا من هنا الى غاية هنا. كل ما زاد طول الار ان ام هذا، كل ما زاد طول المعلومة، كل ما رانا زدناها هزينا المعلومة بشكل اكبر الى غاية هنايا نولوا دينا كامل المعلومة الوراثية، ينفصل هذا جزيئة الار ان ام، تنفصل كاملة جزيئة الار ان ام هذه. عندما تنفصل جزيئة الار ان ام تنتقل الى الهيول، هذه جزيئة الار ان ام. القطبية نتاعها من اين؟ من تبدا القراءة نتاعها من 5 فتحة الى غاية 3 فتحة. الار ان ام فيه مجموعة من النيكليوتيدات، هذا الار ان ام فيه مجموعه من النيكليوتيدات. هذا الار ان ام كل 3 نيكليوتيدات تتحول الى حمض اميني، كل 3 نيكليوتيدات حمض اميني، كل 3 نيكليوتيدات تعطيك حمض اميني، صح. هذه الار ان ام هنا واش عرفنا؟ عرفنا مقر تركيب البروتين اين يتم، بواسطه الريبوزومات. معناته الريبوزومات هي اللي تتوضع على جزيئه الار ان ام. الريبوزومات صح لدينا هنا، لدينا هنا الريبوزومات. الريبوزومات هي اللي تتوضع على هذه الار ان ام. هنا ريبوزوم، لدينا هنا ريبوزوم، هنا لدينا ايضا ريبوزوم، صح. هنا لاحظوا مثلا القطبيه مين تبدا من 5 فتحه الى غايه 3 فتحه. مثلا هنا اذا كان لدينا مثلا هنايا لاحظنا باللي هنايا سلسله ببتديه قصيره، سلسله ببتديه قصيره، هنا سلسله ببتديه اطول منها، هنايا سلسله ببتديه هنايا كبيره، خلاص هنايا كبيره خلاص، صح. هنا وراه الريبوزوم الاول والريبوزوم الثاني والريبوزوم الثالث. هنايا هذا هو، تقول لي نقول لك هنا هذا الريبوزوم الاول، وهذا هو الريبوزوم الثاني، وهذا هو الريبوزوم الثالث. تقول لي استاذ كيفاش عرفت باللي هذا هو الاول وهذا الثاني وهذا الثالث؟ نقول لك شوف، هنايا الريبوزوم راه ينتقل ويقرا في هذا الار ان ام. كل ما رحنا هنا البدايه القراءه من تبدا من 5 فتحه الى غايه 3 فتحه، هنا تنتهي القراءه. هنا كل ما راه يروح الريبوزوم الى غايه 3 فتحه، كل ما راه يزيد يقرا ويكمل في المعلومات اللي هنا. هنا راه هنا يشوف هنا راه قرا هذه المعلومات الوراثيه، قرا هذه المعلومات اللي في النيكليوتيدات، هذه راه ترجمها الى هذه السلسله الابتدائيه. هنا مثلا راه قرا كامل هذه، عطاك هذه السلسله الابتدائيه. مثلا هنايا راه قرا هذه كامل، عطالك هذه السلسله الابتدائيه. هنا كي يوصل هنا يولي قرا كامل هذه الار ان ام، وهذا الار ان ام كامل عطالك عليه حمض اميني. هنا باش نعرفوا اتجاه الترجمه، باش نعرفوا عندي طريقتين، عندي طريقتين، الطريقه الاولى والطريقة الثانية. الطريقة الأولى اللي هي نعرفوها كامل، اللي هي أنه قراءة هذا القراءة تبدأ من 5 فتحة إلى غاية 3 فتحة في الأر إن إم. القطبية تبدأ من قراءة، الطريقة الأولى تبدأ من 5 فتحة إلى غاية 3 فتحة. أما الطريقة الثانية هي نعرفوها من كل ما يعطيليش مثلا، يقول لي هنا ما عطاليش 5 فتحة وما عطاليش 3 فتحة، عطالي مثلا جزيئة الأر إن إم ديريكت، وعطالي الريبوزومات، وعطالي السلاسل الببتدية الخارجة. كيفاش نعرفها؟ من السلسلة الببتدية القصيرة، من سلاسل الببتيد القصيرة إلى سلاسل الببتيد الطويلة. هنايا اتجاه القراءة من سلاسل الببتيد القصيرة إلى سلاسل الببتيد الطويلة. الطريقة الثانية من وين؟ من سلاسل الببتيد القصيرة إلى سلاسل الببتيد الطويلة. سلاسل الببتيد الطويلة. تقول لي أستاذ
هذا الاريان ام علاش يرتبط به العديد من الريبوزومات؟ مثلا هنا عندي ثلاث ريبوزومات، علاش ما يرتبطش به ريبوزوم واحد ويقرا واحد؟ مثلا اذا ارتبط مثلا هذا عندك مثلا هذا اريان ام، مثلا عندك مثلا اسمع لي مليح اسمع لي مليح اسمع لي مليح، عندك مثلا هذا اريان ام في الهيوله صح، وعندك مثلا هذا اريان ام اخر في خليه اخرى، مثلا هذه مثلا مثلا هذه في خليه رقم واحد، مثلا هذه الخليه رقم واحد، هذه الخليه رقم واحد، وهذه مثلا الخليه رقم اثنين. مثلا نروحوا الهيوله، هنا عندك مثلا هذا الاريان ام، لديك مثلا هذه الاريان ام، ومثلا لديك هذا الاريان ام. تم استنساخ المعلومه الوراثيه مثلا في الخليه رقم واحد، وتم استنساخ المعلومه الوراثيه في الخليه رقم اثنين، اعطانا هذا الاريان ام عند الخليه رقم واحد، وهذا الاريان ام عند الخليه رقم اثنين. تقول لي مثلا مثلا هذه الخليه مثلا تحتاج بروتين واحد، هذه الخليه تحتاج بروتين واحد، كي تحتاج بروتين واحد يجي ريبوزوم واحد يقوم بتشكيل سلسله ببتيديه، يقوم بماذا؟ يقوم بسلسله، يقوم بتركيب سلسله ببتيديه. يا اخي ركب لك سلسله ببتيديه واحده، سلسله ببتيديه واحده. هنايا منطقيا ماهيش الخليه راهي ما تحتاج ريبوزوم واحد، احنا رانا مدينا مثال باللي هذه الخليه تحتاج ريبوزوم، بينما الخليه تحتاج الى العديد العديد من الريبوزومات وتحتاج العديد من البروتينات صح. مثلا هذه الخليه رقم اثنين تحتاج الى العديد من تحتاج الى العديد من البروتينات لهذا النوع بالضبط، مثلا على بها يتواجد مثلا هذا الريبوزوم، ويتواجد هذا الريبوزوم، ويتواجد مثلا هذا الريبوزوم، يتواجد العديد من الريبوزومات. هذا الريبوزوم، هذا الريبوزوم مثلا راه قام بتركيب السلسله الببتيديه، وبعد هذا يزيد يصل يركب لك سلسله ببتيديه اخرى، هذا يركب لك سلسله ببتيديه اخرى. هنا وشحال يولي عندك سلسله ببتيديه؟ هنا وشحال يولي عندك سلسله ببتيديه؟ هنا في هذه الخليه رقم واحد تولي عندك سلسله ببتيديه واحده، سلسله ببتيديه ببتيديه واحده، معناته تحتاج بروتين واحد، معناته بروتين واحد. بينما هذه الخليه رقم 2 شحال تعطيك سلسله ببتيديه؟ تعطيك ثلاث سلاسل ابتديه، ثلاث سلاسل ببتيديه، سلسله رقم 1، سلسله رقم 2، سلسله رقم 3، معناته راح تركب لك ثلاث بروتينات. علاش نستعملوا كيولوا ياسر كيولوا عندنا العديد من الريبوزومات في اريان ام واحد، يولي عندنا ياسر تصنيع البروتين من ماذا؟ من نفس النوع. مثلا هذا البروتين، هذا الاريان ام واش يحمل؟ يحمل معلومه وراثيه تاع بروتين، هذه المعلومه الوراثيه هذا نحتاج مثلا منها بروتينات عديده وكثيره، لذلك نستعمل عده الريبوزومات باش يقوموا لي بتصنيع نفس هذا البروتين. هذه بماذا؟ اذا كانوا عندنا العديد من الريبوزومات، مثلا هذا ريبوزوم 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 مرتبطه في خيط واحد من الاريان ام، هذه بماذا تسمى؟ هذه الريبوزومات تولي تسمى بالبوليزوم. بماذا تسمى؟ بالبوليزوم. هذا البوليزوم لو كان نجو نعرفه في هذا البوليزوم هو عباره عن خيط واحد من الاريان ام مرتبط به عدة ريبوزومات، مرتبط به عدة ريبوزومات. علاش مرتبطين به عدة ريبوزومات؟ لغرض صناعة، بغرض صناعة أكبر عدد من البروتينات من نفس النوع وفي مدة قصيرة. اسمع لي مليح، نكتبوها هنا. ما هو تعريف البوليزوم؟ ما هو البوليزوم؟ هو عبارة عن خيط واحد من الاريان ام مرتبط به العديد من الريبوزومات بغرض تصنيع، بغرض تصنيع اللي هي تركيب اكبر قدر ممكن من نفس النوع من هذا البروتين وفي مدة وجيزة، وفي مدة وجيزة. البوليزوم هو عبارة عن ماذا؟ هو مجموعة من الريبوزومات ترتبط على نفس الخيط من الاريان ام. علاش هذا نفس الخيط من الاريان ام؟ باش يقوموا لي بتشكيل هذا من هذا الاريان ام المعلومه الخاصه به اللي يحملها تاع البروتين، نركبوا منها ياسر بروتينات، باش نركبوا منها ياسر بروتينات وفي مده قصيره نستعملوا ياسر ريبوزومات باش تولي السرعه، باش تولي السرعه باقل
وقت تولي في فترة وجيزة، ونركبوا العديد والعديد من البروتينات من هذا النوع اللي يحملوا هذا الاريان ام. تقول لي استاذ، تقول لي استاذ، هل قادر مثلا هذه الخلية، هذه الخلية مثلا هل قادر تولي عندها الاستنساخ المتعدد وتولي عندها الترجمة المتعددة؟ كيفاش مثلا؟ كيفاش نعطيك مثال؟ مثلا لدينا مثلا هذه الخلية، مثلا لدينا هذه الخلية الحقيقية النواة، ولدينا مثلا هنا، لدينا هنا النواة، على قلنا عملية ما قر نعاودوها، معاودوها تصنيع البروتين، تصنيع البروتين بمعنى تصنيع ايش قلنا؟ تركيب البروتين، رانا نعاودو. تصنيع البروتين يتم وفق مرحلتين، الاستنساخ وتحدث في النواة، والترجمة وتحدث في الهيولة. هذا الاستنساخ لدينا مثلا هذا الأديان، هذا الأديان مثلا لدينا هذه مورثة، مثلا لدينا هذه مورثة، هذه مورثة يتم بواسطة هذه مورثة، واش نديرو عليها؟ نديرو عليها استنساخ الأريان آم، نديرو عليها استنساخ واش تعطينا جزيئة الأريان آم. إذا كان مثلا لدينا جزيء مثلا إنزيم أران بوليميراز واحد، إنزيم أران بوليميراز واحد راح يخرج لي جزيئة أريان آم واحدة. إذا كان لدينا مثلا العديد من إنزيم أران بوليميراز، هنا عندك إنزيم أران بوليميراز هنا، وإنزيم أران هنا، إنزيم هنا، إنزيم هنا، إنزيم هنا، راهم ينتقلوا العديد من إنزيم أران بوليميراز. كل ما زاد عدد إنزيم أران بوليميراز كل ما زادوا جزيئات الأريان آم المتشكلة. لدينا جزيئات الأريان آم المتشكلة، لدينا العديد من جزيئات الأريان آم تشكل هنايا، تخرج هذه السلسلة، هاي سلسلة الأريان آم الأولى، الأريان آم الثانية، الأريان آم الثالثة، الأريان آم الرابعة، العديد. هنا هذه جزيئات الأريان آم يخرجوا الى الهيوله، يخرجوا الى الهيوله. مثلا هذه مثلا اريان ام، هذه هي راه تاع نفس البروتينه، هاي المعلومه الوراثيه تاع من تاع نفس البروتين. هذا الاريان ام الاول يرزقوا مثلا فيه مثلا ثلاثه ريبوزوم، هذا الاريان ام رقم واحد يرزقوا فيه ثلاثه ريبوزوم، الاريان ام الثاني يرزقوا فيه يتلاصقوا فيه ثلاثه ريبوزوم، هذا ايضا يتلاصقوا فيه ثلاثه ريبوزوم، هذا ايضا يتلاصقوا فيه ثلاثة ريبوزوم. هنا واش عندنا؟ هنا مثلا هنا واش يعطيك؟ يعطيك ثلاث سلاسل بيبتيدية، هنا ثلاث سلاسل بيبتيدية، هنا واش تعطيك؟ ثلاث، تعطيك ثلاث بروتينات، ثلاث بروتينات، هنا ثلاث بروتينات، هنا ثلاث بروتينات. هنا واش معناها؟ إذا كانت هذه الخلية تحتاج كمية كبيرة جدا من البروتينات، لازم دير الاستنساخ المتعدد، الاستنساخ، الاستنساخ المتعدد. وين تديرو؟ ديرو في النواة، يولي عندك العديد من جزيئات الأريان آم، ودير أيضا الترجمة المتعددة. الترجمة المتعددة اللي هي البوليزوم. هنا عندك مثلا هنايا خيط أريان آم واحد تلاصقين فيه، متلاصقين فيه عدة ريبوزومات، خيط أريان آم هذا راه نفس الخيط أريان آم، راه ناتج عن الاستنساخ المتعدد. خيط أريان آم يتلاصقوا فيه عدة ريبوزومات، خيط واحد من أريان آم عدة ريبوزومات، هنا راح تركب هذه الخلية كمية كبيرة جدا وجدا وجدا من ماذا؟ من نفس النوع، من نفس البروتين هذا، وفي فترة وجيزة، وفي فترة ماذا؟ في فترة وجيزة. صح، استنساخ متعدد في النواة، ترجمة متعددة في الهيولة، عدد كبير جدا وجدا وجدا من البروتينات المصنعة في هذه الخلية. إذا كان عندك مثلا، تقول لي مثلا أستاذ، إذا قال لك الأستاذ مثلا حابين نصنعوا بزاف بزاف من البروتينات، واش راح نديروا؟ استنساخ متعدد في النواة، نشكلوا العديد من جزيئات الأريان آم، والترجمة متعددة، كل أريان آم يتلاصقوا فيه العديد من الريبوزومات اللي سميناها ماذا؟ سميناها البوليزوم. وقمنا أيضا بتعريف البوليزوم اللي هو مهمة. قال لك هنا عندك عرف متعدد الريبوزوم، هنا تعريف البوليزوم هو ماذا؟ هو عبارة عن خيط واحد من الأريان آم مرتبط به العديد من الريبوزومات بغرض تصنيع بغرض تصنيع أكبر قدر ممكن من نفس النوع من هذا البروتين وفي مدة وجيزة. اسمع لي مليح، اسمع لي مليح، اسمع لي مليح. هنا واش قال لك؟ مثلا اذا قال لك، شوف اسمع لي مليح، هذا مثلا، هذا مثلا، هذه مثلا لو اعطاك هذه الاشكال الثلاثه واعطاك هذا السياق، اسمع لي مليح، اسمع لي مليح، اسمع لي مليح، سواء شعبه الرياضيات سواء شعبه علوم تجريبيه، اذا اعطاك هذه مثلا هذه الاشكال، قال لك مثلا في التمرين الاول، كنت في التمرين ماذا؟ كنت في التمرين الاول. إذا كنت مثلا في التمرين الأول لشعبة علوم تجريبية سواء شعبة الرياضيات، وعطاك مثلا هذه، عطاك هذا السياق، وعطاك هذه الأشكال، ومن بعدها قال لك مثلا عرف الريبوزوم، عرف متعدد الريبوزوم اللي هو البوليزوم،
متعدد الريبوزوم هو ماذا؟ هو البوليزوم. قال لك مثلا في التمرين الاول، شعب ركز معايا مليح، في التمرين الاول قال لك مثلا ديريكت في السؤال الاول في التعليم رقم واحد قال لك مثلا عرف البوليزوم، ومثلا في التعليم رقم اثنين قال لك اكتب نص علمي. قال لك عرف البوليزوم، هنا راح تكتب له ديريكت تعريف البوليزوم هذا، تقول له البوليزوم هو عباره عن خيط الى ما غير ذلك. بينما اذا كنت مثلا في التمرين الثاني، سواء شعبه الرياضيات وعلوم تجريبيه او شعبه الرياضيات، اذا كنت في التمرين الثاني قال لك باستغلالك مثلا لمعطيات الوثيقه واحد عرف البوليزوم، مثلا اعطاك هذه الوثيقه، اعطاك مثلا هذا السياق واعطاك هذه الوثائق، قال لك باستغلالك لمعطيات الوثيقه واحد قال لك مثلا عرف البوليزوم. هنا ماكش راح تكتب له ديريكت تعريف البوليزوم، ها واش ندير يا استاذ؟ لازم تروح دير تحليل، لازم واش تروح دير؟ لازم تروح دير تحليل لهذه الاشكال، تروح دير لها تحليل، دير لها ملاحظه، دير لها مثلا اذا كانت تحتاج تفسير دير لها تفسير، ومن بعدها واش راح دير؟ راح تعرف له ما هو متعدد الريبوزوم. انا راني عرفت البوليزوم على اساس انه هذا مثلا راه في التمرين الاول، قال لك مثلا ديريكت عرف البوليزوم، لخاطر لماذا؟ اسئله التمرين الاول هي اسئله مباشره، راح تجاوب عليها بصفه مباشرة. بينما في التمرين الثاني هذه يقول لك مثلا باستغلالك معطيات الوثيقة يقول لك عرف، انت ما تعطيلوش ديرك التعريف البوليزوم هو 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 هو، لا لا، لازم يا اما هذه الوثيقة اذا كانت تحتاج تحليل حللها، اذا تحتاج تفسير فسرها، ومن بعدها اكتب له ما هو تعريف البوليزوم. تكتب له ماذا؟ ما هو تعريف البوليزوم. الان نروح الى البوليزوم، هذا البوليزوم، هذا البوليزوم، هذا البوليزوم، هذا البوليزوم هو في الواقع اي خليه هي عباره عن فيها البوليزوم متعدد الريبوزوم. ما كانش خليه تحتاج الى بروتين واحد، اي خليه تحتاج الى العديد من البروتينات. هذه البروتينات البوليزوم هو عباره عن ماذا؟ متعدد الريبوزوم. اسمع لي مليح لهذه الملاحظه المهمه جدا. اذا اول حاجه واش كاين، واش حكينا في اول في بدايه الحصه، واش حكينا في بدايه الحصه، واش حكينا؟ قلنا باللي هذه الريبوزومات فيها زوج انواع، فيها يا اما الريبوزومات الحره اللي تتواجد مباشره في الهيوله، يا اما فيها النوع الثاني وهي الريبوزومات المرتبطه بالشبكه الهيوليه الفعاله او الشبكه الهيوليه المحببه. اول حاجه، اذا كان هذا البوليزوم، اذا كان هذا البوليزوم متواجد في الهيوله، اسمع لي مليح، معناته متواجد في الهيوله واش معناه؟ معناته الريبوزومات حره، قصدي ريبوزومات حره. اذا كان هذا البوليزوم مثلا عندك خيط من الاريان ام، عندك خيط من الاريان ام، هذا مثلا هذا خيط من الاريان ام، راه مرتبط بالريبوزومات الحره، ماهيش نتاع الشبكه الهيوليه الفعاله، ماهيش نتاع الشبكه الهيوليه الفعاله، هذه الريبوزومات الحره، هذه هي البروتينات اللي تتصنع، البروتينات البروتينات، شوف معايا، شوف معايا، ركز معايا مليح، البروتينات المتصنعة على مستواها تستغل، اسمع معايا مليح، تستغل داخل الخلية، تستغل بماذا؟ داخل الخلية. أما بالنسبة للنوع الثاني، هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول، وهذا هو النوع الثاني. النوع الثاني وهو الريبوزومات، الريبوزومات المتواجدة في الشبكة الهيولية المحببة أو الفعالة. هذه الريبوزومات المتواجدة في الشبكة الهيولية الفعالة، البروتينات اللي تتصنع على مستواها، البروتينات، البروتينات المتصنعة على مستواها تستغل خارج الخلية، معناته البروتينات اللي تتصنع على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة، شايف الريبوزومات اللي متواجدة في الشبكة الهيولية الفعالة، هذه البروتينات تستغل، تستغل وتنقل إلى خارج الخلية، إلى خارج الخلية أو الغشاء الخلوي، أو الغشاء الخلوي. إيش معناها هذه الهضرة اللي نحكوا فيها؟ البوليزوم هذا فيه زوج أنواع، تكلمنا وقلنا به فيه زوج أنواع، مثلا هذا البوليزوم، هذا البوليزوم، قلنا فيه زوج أنواع. كاين بوليزوم، مثلا اسمع لي مليح، نعاودو نرسمو هنايا هذه الخلية، هذه هي الخلية، عندك هنايا النواة، في النواة يا إما ترتبط فيها الشبكة الهيولية الفعالة، هنا واش كاين؟ تتواجد هنايا الريبوزومات، كاين بعض الريبوزومات تتواجد في الشبكة الهيولية الفعالة،
وكاين ريبوزومات حرة متواجدة مباشرة، في الهيولة. صح، قال لك شوف، قال لك الريبوزومات المتواجدة في الهيولة، الريبوزومات الحرة. قال لك البروتينات المتصنعة على مستواها، مثلا عندك هذا البروتين، مثلا عندك مثلا البروتين هذا، هذا مثلا عندك البروتين، مثلا هذا البروتين، هذا مثلا هذا البروتين تم تصنيعه من هذه السلسلة، تم تصنيعه من هنا. هذا البروتين صنعناه من الريبوزومات الحرة تاع هذه، هذا النوع الأول، هذا النوع الأول. والنوع الثاني البروتينات، قادر البروتينات المتصنعة في الريبوزومات تاع الشبكة الهيولية الفعالة، هذا النوع الثاني. البروتينات مثلا عندك هذا البروتين، عندك مثلا هذا البروتين رقم 2، عندك البروتين هذا رقم 2 صنعناه من الريبوزومات المتواجدة في الشبكة الهيولية الفعالة، والبروتين رقم 1 صنعناه من الريبوزومات الحرة. البروتين رقم 1 هذا، البروتين رقم 1 هذا راح يستغل داخل الخلية، سواء تستغل مثلا الميتوكوندري، سواء يستغل مثلا جهاز جولجي، سواء مثلا تستغل الحويصلات الإفرازية، تستغل مثلا الشبكة الهيولية الملساء، هذه سواء يستغل في النواة. المهم أنه هذا البروتين ليتصنع على مستوى الريبوزومات الحرة يستغل داخل الخلية، يستغل بماذا؟ داخل الخلية. أما بالنسبة للبروتين هذا المتصنع في الريبوزومات الخاصة بالشبكة الهيولية الفعالة، هذا البروتين راح يستغل، يا إما يستغلوه في الغشاء الهيولي، راح نستغله سواء راح نستغله في الغشاء الهيولي. إذا ما استغليناهش في الغشاء الهيولي، هذا البروتين، هذا البروتين راح يستغل إلى خارج الخلية، ويتم تولي عنده وظيفة خارج الخلية. نعم، إذا عندك ريبوزومات الحرة، هذه الريبوزومات الحرة هي اللي قامت بتصنيع البروتين، هذا البروتين راح يستغل داخل الخلية سواء في ميتوكوندري، جهاز جولجي، مهم داخل الخلية. إذا مثلا عندك هذه الريبوزومات، تقام الريبوزومات المتواجدة على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة هي التي قامت بتصنيع هذا البروتين، هذا البروتين الثاني الذي تم تصنيعه على مستوى الريبوزومات هذه، يا إما يستغل في الغشاء الهيولي، يا إما يستغل خارج الخلية. صح، رانا اليوم فصلنا تفصيل مهم في البوليزوم، وتكلمنا في بعض الخطوات المنهجية، أنه مثلا إذا كنا في التمرين الأول وعطاك تعريف البوليزوم، راح تجاوب على تعريف البوليزوم بشكل مباشر، راح تعرف البوليزوم بشكل مباشر. أما إذا كنت في التمرين الثاني وقال لك مثلا باستغلالك لمعطيات الوثيقة عرف البوليزوم، هنايا راح أنت مضطر باش تحلل، أو يمكن راح تفسر على حسب الوثيقة المعطات باش تعرف البوليزوم، ما تعطلوش ديركت تعريف البوليزوم، وإنما راح تحلل وتفسر. هذه إذا كنت في التمرين الثاني أو التمرين الثالث. أما إذا كنت في التمرين الأول، فأسئلة التمرين الأول في مادة العلوم دائما تكون مباشرة، أسئلة مباشرة وجوابها دائما مباشر. تعرف البوليزوم، تعرف ديركت البوليزوم. إلى هنا نول انتهينا من هذا الدرس، إلى الفيديو القادم. ما تنساش باش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتعجب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.